موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. فاللباس المذكور هاهنا هو هاهنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكميلات والزيادات. قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه: الرياش المال. وكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك. وقال العوفي عن ابن عباس: الرياش اللباس والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: الرياش الجمال، أي ما يتجمل به من الثياب أيضا، ومن النعيم اللباس الحسن. والرياش أنواع المال، وخاصة ما يتجمل به من الثياب. وروى الإمام أحمد عن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي خلق يعني بقى قديم، ثوب خلق يعني بالي أو قديم، ثم عمد إلى الثوب الذي خلق أو ألقى فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله أي ستره حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو من رواية يزيد بن هارون عن أصبغ وهو ابن زيد الجهني، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وشيخه أبو العلاء الشامي هو الراوي عن أبي أمامة، لا يعرف إلا بهذا الحديث ولكن لم يخرجه أحد، فهو حديث ضعيف. وروى الإمام أحمد عن أبي مطر أنه رأى عليا
رضي الله عنه أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى الكعبين. يقول ولبسه، الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل له: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. أيضا إسناده ضعيف. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر عند يعني فيما يقال من الذكر عند لبس الثياب الجديدة: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الثوب، أو يسميه يعني يقول هذا القميص، هذا السروال، هذه العباءة، من غير حول مني ولا قوة أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فهذا الحديث أحسن إسنادا مما ذكره ابن كثير، وكأن ابن كثير إنما ذكر هذين الحديثين الضعيفين من أجل لفظ الرياش والريش ومواراة السوءة، وهذه يعني أقرب إلى لفظ الآية، ولكن لم يصح إسنادها. وأما معناها فمعناها حسن جميل يدل عليه امتنان الله علينا بالثياب في مواراة السوءة وفي لبس الجميل، فهي منطبقة على هذا المعنى. فليتذكر الإنسان هذا المعنى إذا لبس ثيابه، وليقل الحديث الصحيح متذكرا معنى ما ورد من الضعيف، وهو ضعيف الإسناد حسن المعنى. وقوله: ولباس التقوى ذلك خير، قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء: ذلك خير خبره. واختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة: يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. ذا قول لم يذكره ابن جرير أصلا. لباس التقوى أي اللباس الذي يلبسه المتقون يوم القيامة خير مما تلبسونه في الدنيا. القول الثاني: قال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج: ولباس التقوى الإيمان. وقال العفي عن ابن عباس رضي الله عنه: ولباس التقوى العمل الصالح. وقال زياد بن عمرو عن ابن عباس: والسمت الحسن في الوجه. وعن عروة بن الزبير: لباس التقوى قال خشية الله. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: لباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. وكل هذه متقاربة، وصحيح أنها متلازمة، لكنها يعني يختلف بعضها عن بعض. يعني قول عبد الرحمن بن زيد كما ذكرنا يتكلم على أن من التقوى مواراة العورة، والقول الثاني يدخل بعضه في بعض، اللي هو أن التقوى لباس التقوى هي الإيمان والعمل الصالح وخشية الله والسمت الحسن، كل ذلك يدخل في الإيمان. وكما ذكرنا لأن الإيمان العلم والعمل يستر الله به عورة العبد الباطنة من الجهل والظلم. وأما القول الأول الذي هو قول عكرمة ما يلبسه المتقون يوم القيامة، فهو جزاء لباس التقوى الذي في الدنيا لجزاء الإيمان والعمل الصالح. وروى ابن جرير
قال: ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير بسنده عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص قوهي يروى الثياب القوهية ثياب بيض محلول الزر يعني مش مدخل الأزرار وسمعته يأمر بقتل الكلاب مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ما بالهم ولي الكلاب إلا أن يحمل على الكلب الأسود والكلب العقور. قال: وينهى عن اللعب بالحمام. أما هذا فثابت، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء مما فيه الروح غرضا. ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ثم تلا هذه الآية: ورياشا، ولم يقرأ وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله، قال السمت الحسن. قال: هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف، وهو الوحيد اللي رفعه. وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر. ده صحيح موقوف مع اختلافهم في سماع الحسن من عثمان رضي الله عنه. وكما ذكرنا محمول على قتل الكلاب السود، او ان هذا اجتهاد من عثمان، او ان الكلاب صارت عقورة فأمر بقتلها، محتمل. وإلا فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل أحد، وذبح الحمام وعدم اتخاذه غرضا، يعني الحمام يذبح ويؤكل وليس أن يلعب به بأن يتخذ غرضا للسهام ويرمى به صبرا، فهذا منهي عنه محرم بلا شك. قال: وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه له شاهدا من وجه آخر عن جندب ابن سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكر يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان فيبدي سوآتكم للناس بطاعتكم إياه عند اختباره لكم كما فعل بأبويكم آدم وحواء عند اختباره إياهما فأطاعاه وعصيا ربهما فأخرجهما بما سبب لهما من مكره وخدعه من الجنة ونزع عنهما ما كان ألبسهما من اللباس ليريهما سوآتهما بكشف عورتهما وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترة. لا يفتننكم الشيطان، هو حمل هنا معنى الاختبار،
ولكن الذي يظهر من الفتنة هنا هو الفتنة التي ظهر منها الاختبار الذي ظهر منه سوء حال الممتحن، فلذا يقال الفتنة في الشر والسوء. كما يعني يقال ألا، قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا، والفتنة بمعنى المعاصي كما ذكرنا سوء حال الممتحن الذي ورد منه التعوذ من الفتن كثير، فلذلك يعني حمله هنا على معنى الاختبار، هو الشيطان لا يريد أن يختبر وإنما يريد أن يوقع في الفتنة التي هي المعاصي والسيئات، فمعنى الكلام أنه يوقعكم في الفتنة، لا يفتننكم الشيطان، لا يوقعكم في الفتنة وهي السوء والشر، ونحن مبتلون بالشيطان والشيطان مبتلا بنا، قد جعل الله بعضنا لبعض فتنة. قال وقد اختلف أهل التأويل في صفة اللباس الذي أخبر الله جل ثناؤه أنه نزعه عن أبوينا وما كان، فقال بعضهم كان ذلك أظفارا. ذكر من لم يذكر قوله فيما مضى من كتابنا هذا في ذلك عن أكرمة قال ينزع عنهما لباسهما، قال لباس كل دابة منها، ولباس الإنسان الظفر. فأدركت آدم التوبة عند ظفره أو قال أظفاره، فبقي عن الظفر كذلك، كأن قول من قال قبل ذلك كان الذي أوري عنهما من سوآتهما الأظفار، وقد سبق بيان ذلك والجواب عنه. وقد ذكرنا أن الظفر لا يسمى عورة، فالظاهر أنه قصد أن ذلك يكون هو اللباس، وإن كان نص الكلام الذي يروي عن ابن عباس ضعيفا، وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أشعارهما، في الرواية الثانية أظفرهما، يبقى وارى غير وري. فكأن هذا القول يقول أن الظفر كان هو اللباس، ولذلك قال ابن عباس أو روي عن ابن عباس عن أكرمة ابن عباس قال تركت أظفاره عليه زينة ومنافع، وفي قوله ينزيع عنهما لباس، قال ذلك في قوله ينزع عنهما لباسهما، عن ابن عباس ينزع عنهما لباسهما قال كان لباسهما الظفر، فلما أصاب الخطيئة نزع عنهما وتركت الأظفار تذكرة وزينة، عن عكرمة ينزع عنهما لباسهما قال كان لباسه الظفر فانتهت توبته إلى أظفاره، يعني لم تنزع الأظفار. وقال آخرون كان لباسهما نورا، عن وهب بن نبه ينزع عنهما لباسهما قال النور، عن وهب بن نبه قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا. وقال آخرون إنما عنى الله بقول ينزع عنهما لباسهما يسلبهما تقوى الله، يبقى اللباس الباطن، يعني عن مجاهد ينزع عنهما لباسهما قال التقوى. قال أبو جعفر والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى حذر عباده أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم آدم وحواء، وأن يجردهم من لباس الله الذي أنزله إليهم كما نزع عن أبويهم لباسهما، اللباس المطلق من الكلام بغير إضافة إلى شيء فيما تعارف في متعارف الناس، هو ما اجتاب فيه اللابس، ما اجتاب يعني ما أحضر أو ما اكتسى من أنواع الكسى أو غطى بدنه أو بعضه،
وإذا كان ذلك كذلك فالحق أن يقال إن الله أخبر، إن الذي أخبر الله عن آدم وحواء من لباسهما الذي نزعه عنهما الشيطان هو بعض ما كان يواريان به أبدانهما وعورتهما، يجوز أن يكون ذلك كان ظفرا، ويجوز أن يكون ذلك كان نورا، ويجوز أن يكون غير ذلك أي من لباس الجنة، ولا خبر عندنا بأي ذلك تثبت به الحجة، فلا قول في ذلك أصوب من أن يقال كما قال جل ثناؤه ينزي عنهما لباسهما. وأضاف جل ثناؤه إلى إبليس إخراج آدم وحواء من الجنة ونزع ما كان عليهما من اللباس عنهما، وإن كان الله جل ثناؤه هو الفاعل ذلك بهما عقوبة على معصيتهما إياه، إذ كان الذي كان منهما في ذلك عن تسنية ذلك لهما بمكره وخداعه، يعني تسبب تسنى وصل إلى ذلك، فأضيف إليه أحيانا بذلك المعنى وإلى الله أحيانا بفعله ذلك بهما، بل ونسب إلى آدم كما قال موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة أهبطتنا بخطيئتك إلى الأرض، وكل ذلك لأن السبب يقوم مقام الفعل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وغدا إن شاء الله الدرس يبدأ 5:30 و5 5:35. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.